المسجد في سيائير، تعال بوريكم الدمار اللي صار للسيارات، تعالوا معي. احنا في منطقة الفرع بوادي بني عوف، لما نتكلم عن قوة الوادي والأودية اللي نزلت على المنطقة، شوفوا هنا، شوفوا السيارات كيف تدمرت، هذه السيارات تحطمت، هذه السيارات سحب الوادي، هذه السيارات من مسافة بعيدة إلينا وصلن، يعني لولا هذا الحاجز الإسمنتي لهذه السيارات بتلقونها في الغشب واصلة. فدمار كثير، سيارات كثير، نسأل الله أن يعوضهم خير. وأيضا رسالة، نتمنى فعلا من أصحاب هذول المركبات قد أمنوا سياراتهم ضد الكوارث، لأن في ناس كثيرين ما يأمنوا سياراتهم ويهملوا هذه النقطة أنهم يؤمنوا سياراتهم ضد الكوارث تحسبا لمثل هذه الأحداث. دمار كبير، شوف السيارة كيف تدمرت، السيارة الأخرى، نسأل الله أن يكون الكل بخير وكل هذه الأمور إن شاء الله معوضة. شوفوا 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 السيارة، شوفوا السيارة، يا الله يا الله، شوفوا السيارات، شوفوا السيارات كيف تدمرت، كيف سحبها الوادي. وهذا بعد شكله كان يشتغل في كوفيد، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك، والله يعوضك خير، الله يعوضك خير.